شعب يتنفس الحياة ويعشق كرة القدم بامتياز وتفان. مشجع عراقي يسرق الأضواء ويحصد إعجاب المدونين ووسائل الإعلام العربي والمحلي ومنصات التواصل الاجتماعي أيضا. فما الحكاية؟ لقطات مصورة رصدت دون تنسيق مسبق وعن طريق الصدفة، وتعتبر الأكثر رواجا وانتشارا بين الناشطين لشاب عراقي أثناء تواجده في ملعب البصرة الدولي لمشاهدة مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الأخضر السعودي. لكن ما حال هذا المشجع وما الذي فعله ليكسب إعجاب وتفاعل الجميع من العراقيين والعرب والإعلام؟ التفاصيل في مقطع الفيديو. الفيديو على الرغم من وقته القصير إلا أنه أظهر وطنية وحب هذا الشاب لبلده العراق ولمنتخبنا الوطني، فبسبب سوء الطقس حينها والذي شهد هطول كميات كبيرة من الأمطار إضافة إلى البرودة وانخفاض درجات الحرارة لم يتحمل هذا المشجع فقاوم، لكنه بدأ يرتجف ويرتجف والمطر يهطل بغزارة فوق رأسه. أما تعليقات كانت كالتالي. نبدأ تعليق الأول من إبراهيم القيسي يقول: شغف الحب الكرة كيف إذا أقيمت على أرض الوطن؟ هكذا يفعل عشاق كرة القدم وحب الأوطان، فهنيئا لك على وطنيتك وإخلاصك وغيرتك على بلدك دون أي مقابل، حماك الله. تعليق من روزا دوف تقول: صدق بيومها الجو برد ومطر، الله يعين خطية ويعين الجماهير العراقية الكروية. تعليق من صفوان يقول: صفوان في تعليقه: أقسم بالله ماكو أطيب من قلوب العراقيين ولا أكو شعب مثل شعب العراق، أروح لكم فدوى يا عراقيين وأروح لك فدوى يا حبيبي يا عراق، والحمد لله خلقني عراقي.